السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين تقرير بي بي سي، وين ينبغي الإعلان، يعني يتبقى الإعلان الرسمي فقط، يعني أن السعودية يعني بلا منافس لاستضافة، فقط يعني السعودية بلا منافس لاستضافة كأس العالم 2034. يعني صافي تنجم تعلن عليها الفيفا، تعلن عليها باش يوجدوا روحهم 2034. صحيح، يعني السعودية عالم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني سوف هو الذي ينظم كأس العالم، وإن أصبحت السعودية قب قوسين أو أدنى من استضافة كأس العالم 2034. يعني غادي نسمحوا لها كاع وخروا، ماشي سمحوا لها، القوه هي اللي تخليك انت توخر. قوه تاع ملف هي اللي تخليك توخر. هذه هي. ومن المنتظر ان يتم غلق باب تلقي طلبات استضافه البطوله كاس العالم 2034 بعد ساعات قليله. يعني صعيب، السعوديه اللي حطت لو 9 اكتوبر علنت عليها، وذلك قبل أن تعلن أستراليا سحب الملف الخاص بها لاستضافة كأس العالم 2034. السعودية أستراليا اليوم الصباح أعلنت صحيح وخرت، ليكون بذلك الملف المملكة العربية السعودية الإسلامية في ملف الوحيد الذي تقدم لاستضافة البطولة. وقالت الهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن بذلك أصبحت السعودية هي صاحبة الحظ في الفوز بتنظيم كأس العالم 2034، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن استضافة السعودية للبطولة، والذي سيكون في الشهور الأخيرة من عام 2024 المقبل. وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم موقفه النهائي من الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وكشف الاتحاد الأسترالي عبر موقعه الرسمي يعني موقفه النهائي، وهو عدم ترشح لاستضافة البطولة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مدح تنظيم بطولة كأس العالم 2034 للقارة آسيا، وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم نيته في التقدم بطلب استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2026. يعني والأخير، كشفت الاتحادية الأسترالية رغبتها في استضافة البطولة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة والتي تضم 32 فريق عام 2024. وقال البيان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، يعني لقد باحثنا في إمكانية التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034، وتوصلنا إلى نتيجة ما فادها عدم القيام بذلك لعدة أسباب. وأضاف، وبدل من كأس العالم نعتقد أننا في وضع قوي يسمح لنا باستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم، وهي كأس آسيا 2026، ومن ثم محاولة استضافة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة لعام 2029. هذه ما غادي يشدوها، غادي يديها المغرب أنا أقول. وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن قبل أيام رغبته في استضافة البطولة كأس العالم للأندية والتي تسبق مونديال 2030، وتم استناد لمهمة تنظيم كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2030 إلى 3 دول، وهي المغرب، إسبانيا، والبرتغال. وزيد غادي يعطوها لإسبانيا، يعطوها يعني لي تيست. هادو صوالح غادي نشوفو، ربما غادي نشوفو كأس العالم للسيدات في المغرب، كأس العالم للسيدات في المغرب، يعني يعطوهم هادو لي تيست، يديرولهم لي تيست، هادو غادي يديرولهم لي تيست، يعني يعطوهم، يزيدو يعطوهم كأس العالم، ينظمو كأس العالم تاع الأندية. يعني كيما كوب دافريك تاع النساء فانيك اللي غادي تنظمها، يعني كاين بزاف صوالح غادي ينظموهم. المغرب غادي تنظم عدة يعني تظاهرات رياضية. هذه هي، يعني وين بعد ما أعلن الاتحاد الأسترالي يوم الثلاثاء في بيان رسمي عدم ترشح لاستضافة البطولة كأس العالم، كما كشفت عن نيتها في تقدم طلب تنظيم يعني كأس العالم للأندية 2029. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد وجه دعوة للدول آسيا
للترشح من أجل تنظيم كأس العالم وتقدم وإن تقدم الاتحاد السعودي بشكل رسمي يوم 9 أكتوبر بطلب استضافة مونديال العالمي. وأشار الاتحاد الأسترالي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه بعد دراسة عدة عوامل تقرر عدم ترشح لاستضافة كأس العالم، ويقام كأس العالم 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك، ويستضيف المغرب، إسبانيا، البرتغال بطولة كأس العالم 2030 يعني و 2034. ذهبت يعني بكل تأكيد يعني للبلد العربي الإسلامي السعودي، يعني وغادي يكون يعني ثالث دولة إسلامية تنظم كأس العالم يعني بعد قطر، المغرب يعني والسعودية على التوالي. هذه وين نقولوا قطر وفتحت الشهية للدول العربية لاستضافة أكبر تظاهرة رياضية في العالم. هذه وجدنا وين باين الاتحاد بشأن كأس العالم وكأس العالم للأندية 2029 هي أستراليا اللي غادي يديروا الدوسي هذا تاع 29، لكن يعني كيهدرها لقجع يعني ما غادي يديها لقجع على نقول. بعد استضافة ناجعة لبطولة كأس العالم للسيدات أستراليا 2023 الفيفا وتحطيم أرقام قياسية والتي استقبلت ما يقارب مليونين شخص في مباريات في جميع أنحاء أستراليا، طموحها لجلب يعني المزيد من البطولات الكبرى إلى شواطئنا كما قال. ولقد بحثنا في إمكانية التقدم بطلب استضافة كأس العالم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم قيام صاحب هذه البطولة تاع ونسمحوا يعني وين السعودية هي اللي غادي تنظمها. بدل من ذلك نعتقد أننا في وضع قوي يسمح لنا باستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم وهي كأس آسيا، ومن ثم ترحيب بأعظم فرق في كرة القدم العالمية في كأس العالم للأندية. أن التحقيق ذلك بعد كأس العالم للسيدات أستراليا ومع دورة الألعاب الأولمبية في بريسبان 2032 سيمثل عقد ذهبي حقيقي لكرة القدم الأسترالية، وسيتم تعزيز ذلك من خلال إتاحة الفرصة لفريقنا للرجال والسيدات للتنافس ببطولة كبرى بما في ذلك كأس العالم وكأس العالم للسيدات، كأس العالم 2026-2030 وكأس العالم للسيدات 2027-2031 وكأس آسيا 2023-2027-2031 وبطولة آسيا للسيدات كأس آسيا 2026-2030 ودورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وفي أمريكا 2028 بالإضافة إلى بطولتين كأس العالم تحت 20 سنة الفيفا وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة الفيفا والتي تقام كل عامين. وتعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر مشاركة في أستراليا، وهي تعكس في كثير من نواحي التنوع السكني في بلادنا، وبالنسبة لاستضافة البطولة الدولية توفر مناطق زمنية أسترالية فرض يعني فرض كبير للمذيعين، ونحن على مسافة قريبة من مليارات الأشخاص في آسيا، مما يساعد أيضا على توفير نظرات تجارية قوية للمسابقة. ويظهر اتحاد أسترالي ملتزم بمساهمة بشكل إيجابي في نمو ونجاح كرة القدم على جميع المستويات بما في ذلك على مستوى المحلي كجزء من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وعلى مستوى العالمي كجزء من الفيفا. قالك نتمنى للفيفا والمضيفين نهائيين لكأس العالم 2034 يعني يقصد السعودية يعني بإنجاح أعظم يعني أعظم نجاح لصالح اللعبة ولكل من يحب الرياضة. أيوا صحيح صحتهم بصحتهم خويا بصحتهم. هذه يستاهلوها من التالي كاع يستاهلوها خويا عندهم الحق.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.